الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يثمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا يسوون يثولت ون, ون مقارن أزال انتظليث تظليث آه يثما مشيت نهضار قدور سي عدان عدان ظنور يعني لصاحبها ظنور يومذان قدونيث ذلخرث ربنا القرآن الكريم سماهم في وجوههم من أثر السجود آه والنبي عليه الصلاة والسلام ينادق الحديث يثمع بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة مرة نغيثما خير لند العبد سواء سواء طمطوس سواء سواء يتحوس في النور سواء قدوني سواء الآخر يتحوس في النصر يتحوس في التمكين يتحوس باش كثيدي باش ربي عز وجل قدونيث ذا الاخر ضي ما او او نستعرضه كرا اين 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 الدينا النبي صلى الله عليه وسلم اين الدينا ربي عز وجل كرا القصص لكن يعني مش عايش الانبياء مش عايش الصالحين ذي أه نتزليث انتظليث الحاجه ثمن زوثيث ما فظليث ذنتثيث سبا باش يديك في النصر التمكين قلقاعة ربنا في القرآن الكريم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة يعني ما يلا يبسطك جل... القوة يقدر الغلبة يقدر بي النصر أك... أكد يكفن إيه ب... لأن العبد أكن قارن يعني الذين أه... إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام ندقي الحديث الوثيد النسائي إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم صار فظلت يثمع السبان باش يديك في النصر التمكين الأمة باش يستكفر بالغلبة الغلبة باش يستكفر القوة الأمة فظلت يثمع الحاجة والسناث ذا الوصية ثمن زوث يكفى ربي عز وجل الى عبادي سيدنا عيسى عليه السلام اسمي قلان قدوح اسمي الكلمه ثمن زوث دي قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا صار الوصيه من ذو كفان ربي عز وجل سيدنا عيسى قلقاعة يوصف افضل ليث فضل على جليس يدعى سيدنا ابراهيم ربي عز وجل ربي اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء يعني سيدنا ابراهيم الخليل يعني دعا ربي عز وجل باش جعل من المحافظين على الصلاه وذاك يقيمون حدود الصلاة فظليفة يثمر من أجلها على جليس قسز ربي سيدنا إبراهيم الخليل ذي مكة المكرمة سيدنا إبراهيم يدعى ربي عز وجل قال القرآن الكريم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة يعني للمسيرة يدي خدم سيدنا إبراهيم الخليل التاند ذريا داقلا سلمي مكة المكرمة على جل ألا يوث الحجة تظلث ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي عند بيتك المحرم ربنا من أجل شيء واحد ليقيم الصلاة تظليث يثماغ تثيذ الوحي جار ربي عز وجل قال ربي عز وجل اسمي دي الوحي اف موسى ظهارون ومن معه ما من المستضعفين اسمي وجهن طغيان اسمي وجه طغيان فرعون واوحينا الى موسى واخيه ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبله واقيموا الصلاه فظلي يثما شني سالاي المقاميس ضم قران ذنتاس اكن قرن يديقوين الرزق يمريم عليه السلام يكرميط ربي عز وجل اصظليث ايوق تكشم ام كاس نقارن كوني ايوق تكشم المحراب ازديك في ربي عز وجل الرزق كلما دخل عليها زكريا المحراب المحراب هو شويه ثمه. المحرى بن تزليث وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله صار ما تظليث سعى العلاقة ذي الرزق لو كانت لنا العلماء لو كانت شيء تظليث لو كان ربي عز وجل فني الرزق لو كان فني المكانة يسعى مريم عليه السلام تظليث يثمر تثيذ السبا اسمي السول ربي عز وجل الملائكة اسمي السول انت الملائكة اي زكريا بالبشارة اسمي دي كفا ربي عز وجل يحيى ولد يعني شحال شحال يقراجا شحال يقعوس يقود العمر ضم قران بلا ثروة فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب زرثيث ما شحال تسعان القيمان فظليث فنادته الملائكة تخذ العقيم يلغض لعب الدم قران يبلغ من الكبر عتية ولكن الخير من ربي عز وجل لا ينفذ بصح بشرط ما يلغى العبد يطفق مرار من ربي عز وجل فظلي ثيثما استمار العبد الخير وتنهى عن الشر فظلي ثنتثي سبا يعني اسمي تعجبن القوم شعيب ذقس ذي ذيش السنان أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو نفعل في أموالنا ما نشاء، شوف سبحان الله العظيم يعني ما إلا تظلي فيه أك أمرا باش ينج أي نعبد الوالدين النار أو نفعل في أموالنا ما نشاء فتعجب قوم شعيب يعني تظلث في ثماغ المع ناس الإنسان على الفطرة الصلاة تقوم الإنسان على الحق من أجل ذلك يكفص ربي عز وجل إذ المكانة أي سلمت فظليث على جليس قدعاء النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار يعني يوثن الدعوه كنت قرن العلماء دعوة مرعبة دعوة مخيفة أيق في معركة الأحزاب يعني اسمت شغل العصر النبي صلى الله عليه وسلم للزلي الظل العصر فغ يرفضي فسنس عليه السلام يدعى أن يملأ الله اللهم املأ قلوبهم وقبورهم نارا كما شغلوني عن الصلاة زرثي ثماء أكن أمشي النبي صلى الله عليه وسلم الكفار أسمى الصروح انتظليث انشتغى ذا المعنى سيث ما العبد لعبدو للتجاني تظليث هذه الطفق مرير ربي عز وجل أمشي العبد يزمر أديوي المدد يديوي ثرويح هذه لي النشيط هذه لي كنقارن كوني هذه سعو المحفزات الكوليس هذه قرب على ربي عز وجل هذه خدم بر الوالدين هذا هذا هذه خمين العالي الرحيم داكلاس ما إلا ولي تزلني. هي أي ثمان تزلي تتك القيمة ومذانق القاعة العبد ما إلا ولي تزلني. ولي هما ما غذا القاعة وما ذا القيمة غل ربي عز وجل يهي التين يدي التكنية يثمى القيمة غي ومذال تين دي تكن القيمة إلى سواغ سواء طمطوث سواء أم كوني قاز سواء ذا قشيش سواء ذا مغار ما الا العبد يبعد غف تظليث ربي جل وعلا غذي يبعد في الله وربي نادي القرآن الكريم ففروا إلى الله العبد يثمى أسمي دي قذق ماس العبد ما يلا يقوذ العبد أذير ولف ولكن ربي عز وجل ما يلا نقوذيث ذن رولي غرص ذن تغيي القرآن الكريم ففروا إلى الله هي اثما يعني فظليث ما دمنا هدر قرمطان أفل افلعظمان تظليث أفل عظم تظليث ظليث هذه أذي قل هذه أذي قيم العبد ذي مانيس أسيان يا ربي فظليث يا أثاغ انتثيت طرويح ذن الروح زن تسيد الامن زن تسيد الامان اكوا وعد ربي وتتجي غاني الا ما يعني سرسني غزكا هي ثما عند ربي عز وجل باش نفع سوين نسلا وغندير العلم وغندير البركه الوقت باش ينزال اني لي نقرب ربي عز وجل الى لقاء اخر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته